سير. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم، تحيات شوف تي في، معكم مقدم علاج ديال قناوة سمو دير ميراج الازوران قناوة، معنا السي خالد من اورير، خالد من طراس قناوة. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا عبد الله يا جاه يا مولاي محمد الحبيب. انا جاي
جديده وكل عام وانتم بخير. 21 ان شاء الله بتدخل زوينه المغاربه، والله ينصر سيدنا. 20 هاد ماشي كورونا مشات ان شاء الله. تحياتي للمغاربه الحرار وبناوه وبناوه دخلت العالم عند المقدم علال سوق النموذجي. ومرحبا عليكم. تبارك الله عليكم، ندير لكم اخر خير حيكون زوين ون. وتبارك الله عليكم، كنشكروا شوف تي في اللي حاضره معنا. شكرا خويا الهلالي تبارك الله اللي مشرف لينا مدينه اكادير. تبارك الله على السي الهلالي وحق الله العليم صافي بليزير. كنشكرك انت اللي كتبغي الخير لمدينتك اكادير، والله العلي العظيم كنشكروا شوف تي في، كنشكروا المتتبعين ديالنا. المقدم علال غني على التعريف، اللي ما كيعرف المقدم علال في اكادير ما عارف والو. والمغاربه الحمد لله حنا كنبغيو نرسلوا الرساله ديالنا للمسؤولين ديال المغرب كلهم، علاش هذا العام 20 ما استفدنا في والو، ما والله ما استفدوا قلنا. مدينه اكادير معروفه باسم كان، حنا اسم كان هو اسم كان هما العبيد، العبيد اللي كيلبسوا الفوقيه بيضاء وكيديروا الرزة. دوك الناس القدام جدودنا القدام اللي كيديروا الدراري الصغار كيديروا لهم الطوينكا هنا، ودوك الناس اللي كيديروا البركة اللي كيديروا الدعوة وكيديروا المواسم ديال قناوة بحال دابا المهرجان ديال إزوران حنا طورناه وديناه، فهمتيني. تيكونوا قبائل كيجيو من البحر، ودابا هادشي ديال قناوة في أكادير كاينين اسم كان كاينين قناوة كاين عساوة تقال مراكشي. أنا كنشجع كاع الشاب وهاد الأكاديمية السي خويا الهلالي والناس ديال شوف تي في. تبارك الله عليكم، حنا كنبغيو الخير لأي واحد، اللي بغى الباب ديال الجمعيه مفتوح. وخالي خويا خالد المعلم خالد تبارك الله شاب من اوريل، والمعلم الاربعه ديال مجموعه قناوسوس الدري تبارك الله راه بعاد عليا وعيدت على خالد الحمد لله. ما جالي مسكين مريض، مريض بالسكر مسكين، عيدت على خويا سميتو خالد. وخالد من طراس من اوريل الدري تبارك الله، حتى هو خصنا نشجعوه كما كنشجعوا الشباب. هاد الدري هذا خصنا نشجعوه، ماشي نحطمو، خصنا نشجعوه. تبارك الله عنده ما يدار، كيضرب تصويرته معروف. ها هو ندوزو لكم باش يعرفكم شكون هو خالد. خالد تبارك الله اللي ولد اكادير واول المنطقه، وتوا بينا نشجعوا خويا خالد. السلام عليكم، معكم خالد الحيان من منطقه اورير. كما كتشوفوا حنا في هذا الطومين ديال القناوه بحال قلتي بادي من كل واحد 16 سنه دابا 16 سنه دابا وانا في هذا الميدان ديال تقناوي. يعني هادشي ماشي وراثي من عندنا، المهم داكشي جاري لينا في الدم. المهم كنريحو من الصغر، ديك الساعه كنبداو بالقشو، كان قادو ديك الطاسات ديال
البيرة كنقطعو من التحت كنقدو بهم القراق بدوك دوك الطوار ديالني دوك كنقدو بهم الطبل. من تما بدينا من تما بدينا غاديين شويه بشويه الحمد لله عندنا واحد البركه وحنا كنتيسرو بها شويه والحمد لله. كنتمنى من الناس يعاونونا فهمتي ويعطيو قيمه لهذا الفن حيت هذا الفن دابا اكثريه دابا اكثريه خلاه مدلول فهمتي خلاه مدلول. وحنا هذا الفن هذا مقاتلين باش نرجعوا بالعز ديالو نرجعوا داك ناويت بالعز ديالها حيت داك ناويت شناهي داك ناويت داك ناويت دابا الاصل ديال داك ناويت هما العبيد. العبيد كانوا كيجيبوهم من افريك في السفن نقول لك ملي خرجت داك ناويت كيجيبوهم في السفن كيدوروهم في الجنب ديال السفينه كيسنسلوهم بالسناسل كيديوهم من افريك ومع داك داك الغوات ديالو كيغوت كل واحد كيغوت فهمتي حيت هما مشدودين والسناسل داك داك الصوت ديال السناسل تما فاش خرجوا القراقب وداك الغوات ديال داك ناويت تما بحال قلتي في ديك اللحظه فاش كانوا العبيد كيتشدوا كيغوتوا ديك الساعه وكوكا يا الله واو واو. من تما خرج داك السياح في داك ناويت خرج داك السياح في داك ناويت ودابا الحمد لله داك ناويت غاديه وكتكات وكتولي حره وهادشي اللي كاين. شكرا لكم. انا باش نفسر لكم واحد الرساله باش تعرفوا باش نعرفوا واحد الحاجه باش نعرفوا واحد الحاجه هو الاهم ديال قناوه في اكادير وقناوه ديال المغرب كاينين المعلميه وكنترحموا لواحد المعلم مسكين الله يرحمه عبد القادر ولدي حشاش مسكين الله يرحمه المعلم عبد السلام كردن سبيكس كاع مع قناوه وكاينين تبارك الله الناس ديال الصويره علي كان ما نساوش الناس ديال الصويره يرما حتى هما زراو على اليونسكو. انا الاهم ديالي كنطلب من المسؤولين علاش عندي الحلقه وعندي الاكاديميه انا بغيت نوصل الصوت ديالي بغيت نوصل الصوت ديالي حتى انا الناس المسؤولين في اكادير. كنشكروا السلطه المحليه كنشكروا الناس ديال الامن كنشكروا كل الناس اللي كتعاون معايا في اكادير الجهه الناس ديال سميتو اللي كيتعاونوا معايا كنشكرهم بزاف واش فهمتي كنشكرهم. انا بغيت نوصل الرساله ديالي كاينين تبارك الله لي جون بحال هادو كتبغي توصلهم بحال هاد لي جون هادو كتبغي توصلهم علاش تبارك الله كاينين المواهب كاينين البنات حتى هما كيديروا تاكناوت في اكادير اسم كان فينا هما ودايرين واحد لاباس سميتها راديو قناوه ديال قناوه تنديروا فيها لي لايف ديال قناوه راه اقسم بالله الا كندوزو الحجر الصحي كاع لي باج ديال المغرب كندوزو الحجر الصحي تا قناوت كاع ما كنشوفو الدراري ما كنشوفوهمش كندوزو لايف لاباس كنضحكو ومنهم شوف تي في تا هما كيشجعونا والله العلي العظيم كنشكرهم من سنه سعيده. انا كنهدي والناس اللي لي كومونتير الله يعاونهم الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم الناس اللي كتكتب الله يسهل عليهم والله العلي العظيم ان شاء الله هتزها. وانا من هذا المنبر هذا كنشكر بيت انا تريح نديرو نشوف تي في دير لي عز ديال قنبري معلم بيت انا تريح لاله عيشه ويغني المعلم بغيت نسمع لاله عيشه تكون تسمعوا لاله عيشه كلشي معنا سير معلم المعبود الله هو الكريم الله يا لاله عيشه لا عيشه وعويشه شوف تي في وديما المشاهده وديما المشاهده وشوف تي في وانتوما اللي كاينين وانتوما اللي كاينين وانتوما اللي كاينين في المغرب وفي الدول العربيه وشوف تي في وديما الطوب 21 هاد دخل بعند شوف تي في بالخير وبالزهوكان مع قناوه ديال المغرب وقناوه ناشطين معانا اليوم شوف تي في كاع الطاقم التقني وكاع الطاقم التقني ومن الكبير والصغير من طنجه للكويره والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا وكتوصل الاخبار تتوصل الاخبار في الوقت ديالها والمشاهدين والله ينصرهم وبارطاجيو عيشاو عشاق عيشيشاو وعشاق نديشاو وفينا يا شوف تي في حضرة عندنا في المحل في المحل في أكادير والله ينصر قناوة وقناوة الأولين والله يرحم قناوة واللي مات هاد النهار والله يرحمه
سنة سعيدة سنة سعيدة سنة سعيدة الله أجمل لكم. تبارك الله عليكم. كنشكركم وكنقول لكم تحياتي من هذا المبرم. الله يدخل عليكم سميتو هذه الصحة هذه قناوة. الله نصلي عليك يا رسول الله يا جانبي. تبارك الله عليكم خوتي اللي بغى يجي تزورنا مرحبا به الله يعاونكم. شكرا.